مارتن لوثر وهو شخص اللي أسس المذهب البروتستاني في المسيحية واجه يوم من الأيام مشاكل كبيرة ويصيبه باليأس المطلق، وزوجته كانت امرأة حكيمة ومن شافت زوجها بهاي الحالة لبست السواد وقفت أمامه، فنظر إلها زوجها وسألها ليش لابس الأسود، فقالت ما سمعت بين هو مات؟ قال منو مات؟ قالت الله عز وجل. قالت شلون تقولين عن الله عز وجل ميت؟ هو حي لا يموت. فقالت إذا رب العالمين ما ميت وهو قادر على كل شيء، ليش أنت حزين وعندك كآبة؟ ويقول مارتن هذيك اللحظة عرفت بناني ظلمت نفسي، إن كنت عاجز فرب العالمين قادر على كل شيء، وإن كنت جاهل فرب العالمين عليم بكل شيء، وإذا الأبواب انغلقت عليك فرب العالمين قادر على أن يفتح كل الأبواب. ولازم تدرك معنى قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. بعض الأحيان نحس باليأس والعجز لأن الأمور ما تصير مثل اللي نريدها، والحياة مو مثل اللي نتخيلها أو نشوفها في الأفلام. وهنا ما لازم ننسى بأن هذا الكون إلى رب، إلى السيد وإلى خالق وملك ومالك، والله عز وجل ينهي الناس عن اليأس ويقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا قوم الكافرين. مطلوب منا في الحياة مو أن نحقق كل أهدافنا، بل المطلوب أن نسعي وننجز الأمور بأفضل ما يمكن، وباقي الأمور نوكل على الله عز وجل. يا أهلا وسهلا في الحلقة الثانية من كتاب الاكتئاب، دكتور كوام ماكنزي، أنا حسن عبيدي متخصص هكر النمو الفردي، فأهلا وسهلا في قناتك. واليوم نريد نكمل الجزء الثاني من هذا الكتاب الطبي والعلمي، وراح نجاوب من خلاله على الأسئلة التالية: أولا ما هي أنواع الاكتئاب؟ ثانيا هل نحتاج إلى مساعدة طبية لو لا؟ ثالثا كيف نستعد لمواجهة مرض الاكتئاب؟ رابعا هل نحتاج إلى مساعدة من الآخرين؟ خامسا ما هي الأطعمة المناسبة والمساعدة للتخلص من هذا المرض؟ سادسا ما هو دور النوم في التخلص من الاكتئاب؟ سابعا كيف ننام أفضل؟ ثامنا ما هو دور السحر في علاج الاكتئاب؟ فحضر مستلزماتك وحضر مشروبك الساخن للساخن يرفع الدوبامين في جسمك ويخليك مستعد للتعلم. الاكتئاب ينقسم إلى ثلاث أنواع: الخفيف، المتوسط، والشديد. الخفيف يعني يوم انت مزاجك متعكر ويوم لا، وهذا يصير بسبب الارهاق والتعب، يعني يوم اللي تضغط على نفسك يبين عليك هذا النوع من الاكتئاب، ويوم اللي تكون مرتاح او جاي تستراح يكون ما عندك هاي الاعراض الاكتئاب. بس هذا الشيء ما يصير مع الكل، يعني مو كل الاشخاص اللي يضغطون على نفسهم في عملهم يصيبهم اكتئاب، لا، بل الشخص اللي مصاب بمرض الاكتئاب الخفيف يبين عليه المرض من يتعب، وهذا النوع لا يحتاج إلى الدواء بل يحتاج إلى علاج نفسي. النوع الثاني المتوسط، وهذا النوع دائما مزاجه يكون متعكر وما له خلق أي واحد، ومن أول الصبح تشوف الأعراض واضحة عليه وبين عليه الأعراض اللي ذكرناها في الحلقة السابقة، وهذا النوع يحتاج إلى مساعدة طبية. والنوع الثالث وهو الشديد، وهذا النوع هو من أخطر الأنواع، ولازم المريض يراجع الطبيب بسرعة لأن من الممكن يتقدم هذا المريض على الانتحار، وأعراض الأوهام والهلوسات والأفكار الانتحارية، وحتى احتمال يتقدم هذا الشخص على الانتحار يعني يحاول أن ينتحر من خلال أخذ مجموعة من الأدوية أو يخلي أداة حادة على إيده ويتراجع. فإذا كان عندكم مثل هذا الدافع أو شخص قريب عليكم كان عنده مثل هاي الدوافع، لازم ومن الضروري تتصلون بالطوارئ، والأفضل أن يراجع المصاب بالاكتئاب الطبيب دائما، لأن احتمال سبب الاكتئاب هو مرض آخر مؤثر عليه أو نوع من دواء يؤثر عليه، فمن خلال طلب المساعدة من طبيب مختص تقدرون تتخلصون من مرض الاكتئاب. بعض الأشخاص يصابون مرض الاكتئاب بسبب خسائر معينة في حياتهم، فالأفضل أن الإنسان يتحضر للتغيير اللي راح يصير في حياته، مثل الإنسان من يتقاعد وبعد ما عنده ذاك روتين العمل اليومي، ومن عندك شخص مريض وعلاج نوع ما صعب واحتمال أي لحظة خسره، فهنا أنت لازم تستعد
لنوع من الاكتئاب الخفيف، وأفضل طريقة هو أن تستعد لمواجهة هذا التغيير في حياتك، وأن تطلب الاستشارة والمساعدة من الناس اللي مرت بنفس ظروفك. وأيضا من المفيد أن تأخذ استراحة لفترة معينة، حتى لو كان اليوم واحد هم راح تكون مفيدة، ومو عيب أن تطلب المساعدة والاستشارة من الآخرين، ودائما اطلب الاستشارة من الأفهم منك أو من الأكبر منك، لأن هم يمكن صاروا وياهم سابقا اللي صاروا وياك، ويقدرون يساعدوك بنفس الطريقة اللي من خلالها قدروا يساعدون نفسهم. وتذكر بين 90% من الناس ظروفهم تكون مش شابهة، نفس الحياة ونفس المشاكل، بس نوع وشكل المشاكل تكون مختلفة، بمعنى بين الإحساسات هي نفسها، بس فعل اللي خلق إن هاي الإحساسات كان مختلف. احتمال أنت تخسر صديق عزيز عليك، واحتمال أنت تخسرين شخص من العائلة، فهنا الإحساسات راح تكون متقاربة بس الفعل راح يكون مختلف. وإذا حبيت تقدر تتواصل وياي في الانستغرام، واني مو فقط الرسائل فاتحة للجميع، بل قلبي مفتوح لكم، وبأي طريقة ممكنة إذا أقدر راح أساعدكم. وإذا كنت تحتاج أن تبكي ابكي، لأن البكاء راح يريح اللي بداخلك ويخليك تفرغ اللي بداخلك. الرياضة راح يساعدك حتى تتجاوز الأزمة اللي انت بيها، والرياضة خليها تكون خارج البيت حتى تطلع وتختلط مع الناس وتكون صداقات جديدة، ومارس نوع رياضة جديدة. والحمد لله هالأيام عندنا أنواع المراكز الرياضية، من كمال الأجسام إلى صالات البولينج والآخرين، وتقدر تسجل بأي نوع رياضة تحبها. وإذا كان عندك مشكلة في الالتزام والاستمرارية بالنسبة للرياضة، حاول تسجل عند مدرب خصوصي حريص ومشدد حتى يتابعك ويحرص على أن تكمل كل التمارين الرياضية. والأطعمة اللي لازم تتناولها هي كثيرة، وسبق ما تكلمت عن نوع الطعام المفيد للعقل وللجسم في حلقتين منفصلات، وراح أترك لك رابط في الوصف. وأيضا هنا أعدي لكم بعض التوصيات خصوص الأكل واللي تفيد شخص المكتئب، ولكن احذر بين متتناول كميات كبيرة منها. والأطعمة هي المحار، الأفطر، الجوز، البيض، حبوب الخضراء بأنواعها، الدجاج والسمك. وابتعدوا عن الكافيين إذا كنتم مصابين بهذا المرض. وإذا أنت في حالة الاكتئاب يمكن ما تقدر تأكل شيء، فالأفضل أن تقسم وجباتك الكبيرة إلى وجبات صغيرة متتابعة. وتذكر بأن كل ما تمتنع عن الأكل راح حالتك تصير أسوأ وأسوأ. وأما بالنسبة للمشروبات الممنوعة والكحولية، فهي راح تزيد حالتك من الأسوأ إلى الأسوأ، وراح يسبب لك الإدمان ويزيد من الاكتئاب، وراح يزيد من فكرة انتحار عندك، وبالنهاية راح تنتحر. فلازم تبتعد عن هاي السوالف الطايحة، وتلتزم بالصلاة والقرآن الكريم، وتتعلم الصبر، لأن الله يحب الصابرين. طبعا النوم جدا مهم، وتكلمت عن النوم سابقا في 4 حلقات منفصلة، وهنا أيضا راح أتكلم قليلا عن النوم. الإنسان يجمع ويسترجع طاقته أثناء فترة النوم، وأيضا عملية حفظ المعلومات وانتقال المعلومات من الذاكرة القصيرة إلى الذاكرة البعيدة يحدث أثناء النوم، وأيضا يتم تجديد نشاط الخلايا العصبية وتصلح الخلايا العصبية في الدماغ خلال النوم. وقلة النوم والسهر والأرق يؤدي إلى حذف كل هاي المميزات، ويخلف مكانها النسيان والتعكر في المزاج، وأيضا يرتفع من احتمال إصابة الإنسان بإدمان التوتر والاكتئاب، وأيضا يرفع من هرمونات التوتر واللي هي الأدرينالين والكورتيزول، وراح تحسون بجوع مستمر وتعب عضلي، ويصير عندكم نسيان قوي، ويصير نسبة إصابتكم مرض الجنون والزهايمر قريب. فراح أترك لكم رابط لحلقات اللي تكلمت بها عن النوم وعن القلق والتوتر، وأتمنى أن تروحون وتشاهدون الحلقات وتكتبون الملاحظات وتلتزمون بالتوصيات. بس هسه خلطيك بعض التوصيات اللي راح تساعدك بأن تعدل من نومك في الليل، وأعطيك ضمان بأن أنت ساعة 11 بالليل نايم وشخيرك واصل 7 جار. أولا، انهض من النوم مبكرا حتى أخير الليل تكون تعبان وتنام بسرعة. ثانيا، في النهار مارس التمارين الرياضية. ثالثا، الظهر لا تنام. رابعا، بعد الاستيقاظ وقبل النوم ب3 ساعات لا تمارس التمارين الرياضية. خامسا، وقت العشاء تناول وجبات خفيفة وابتعد عن وجبات الدسمة. سادسا، ابتعد عن كل أنواع المشروبات الطاقة والمشروبات اللي بيها كافيين مثل الشاي والقهوة وإلى آخره من الأمور. سابعا، قبل النوم اشرب جلاس او كوب من حليب الدافي.
8 قبل النوم، اقرأ كتاب معين تحبه حتى تتجنب التفكير الزايد. 9 وقت نومك خلي يكون في وقت منتظم ومحدد حتى جسمك يتعود على هذا النمط. 10 لا تتناول المشروبات الكحولية حتى يساعدك على النوم. 11 مكان النوم احرص ان يكون نظيف ومريح. 12 درجة حرارة غرفة النوم لازم يكون معتدل. 13 قبل النوم ابتعد عن التدخين لان التدخين يحفز هرمونات التوتر والقلق. 14 مارس بعض التمارين الاسترخاء قبل النوم. 15 اذا عجزت عن النوم بعد 30 دقيقة من الذهاب لفراش النوم اقرأ كتاب او شاهد فيلم كوميدي. واريدك بعد هاي الحلقة تروح وتبحث في اليوتيوب عن تمارين الاسترخاء وتمارسها يوميا لمدة 20 دقيقة. هسه راح نتعرف على بعض من الامور اللي راح تساعدك بالتخلص من اكتئاب. منها اول التدليك او المساج. استعين بشخص او متخصص اسبوعي حتى يسوي لك مساج مريح، واذا كان هذا الشخص صديقك تقدر اثناء التدليك تتكلم وياه عن الامور اللي تتأذيك وترتاح منها. ثانيا تقنية الـ EFT، وراح اترك لك رابط في الوصف لحلقة قوية وكاملة اتكلم بها عن تمارين EFT وايضا بها تطبيق عملي وايضا بها رابط لحلقة من تمارين العقلية من كورس الرياضات العقلية المدفوعة. تقدر بعد تشاهد وتمارس تمارين الـ EFT تروح وتشوف حلقة المفتوحة من تمارين العقلية. ثالثا تربية حيوان أليف، وتذكر بأن حيوان الأليف يحتاج إلى وقت وإلى الاعتناء. رابعا التنويم المغناطيسي، وهذا الشيء يحتاج إلى مختص. في حال كنت تفكر بأفكار جنونية وأفكار انتحارية فأنت بحاجة لاستشارة طبيب مختص، وأرجو أن تبتعدوا عن الروحانيين والسحرة والدجالين، لأن هذول حتى لو ما بيك شيء يطلعون بيك أمراض من نفسهم، حتى يبيعوا لك شوية بخور ومي دعاء. بس الطبيب راح يكون مختص وعنده معلومات كاملة عن الاكتئاب، ويقدر يستمع إليك ويحلل كلامك بسرعة، ويقدر يعالجك بسرعة وبسهولة، وأثناء فحصك يتأكد من سلامة باقي أعضاء جسمك، وراح يقدم لك الدعم اللي تحتاجه، وراح يعطيك إجازة مرضية حتى تستراح في البيت. فإذا كانت حالتك خطيرة والأفكار مسيطر عليك بشكل غبي، فمن الضروري بأن حالا تتصل بالطوارئ وتطلب المساعدة. والطبيب دائما يستخدم في علاجه 3 أنواع من العلاجات، وهي أولا العلاجات النفسية، ثانيا العلاج من خلال الأدوية، ثالثا العلاجات الجسدية. في الحلقة القادمة راح نكمل الجزء الثالث والأخير، وراح أتكلم عن هاي 3 أنواع بالتفصيل، وراح نتكلم أيضا عن مواضيع كثيرة، وراح نتكلم أكثر تفصيلا الحالات الاكتئاب عند النساء والأطفال. فإذا ما مشترك اشترك وفعل زر الجرس، ولا تنسى أن تدعم هذا القناة والمحتوى بلايك وتشارك للآخرين، وأيضا اضغط على الروابط الموجودة في الوصف واقرأ المقالات العلمية المكملة لهذا الموضوع، لأن ما عندنا وقت كافي حتى نصور لكم كل المعلومات. إذن أولا شاهد تمرين الـ EFT، ثم اقرأ المقالات المكملة، وثم ابحث عن تمارين الاسترخاء. وإذا تحبون تسجلون في دورات مجانية تقدرون تزورون موقع جلجامش أكاديمي وتسجلون في دورات مفيدة ومتميزة. كلش حبكم، أنا حسن العبيدي، وهذا كان درسي في هكر النمو. حسن العبيدي متخصص خلق النمو، هكر النمو، كوتش اند بزنس كوتش.